رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا يا رب. السلام عليكم اصدقائي، تحياتي لكم متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم بيتكوين. تم اطلاق الشبريوم الخاص بعملة شيبا اينو او بلوك تشين الخاص بعملة شيبا اينو او بما يعرف ببوبي نتورك. بالفيديو راح اعلمكم كيف تضيف البوبي نتورك او شبكة شبريوم على محفظة راس وليد. اما بلش الفيديو بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناة، فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات المشفرة. لا تنسى تنضم لقناة على تليجرام، راح اترك لك الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا اصدقائي لبعد الاندرو. اولا اصدقائي تدخل على موقع shibrpc.com، هذا الموقع بينقلك تلقائيا الى واجهة استخدام الشبريوم. بعدها بضغطة زر واحدة تقدر تستخدم الشبريوم، لكن حاليا الشبريوم هو تحت الفئة التجريبية، لم يتم طرح الشبريوم الاصلي، تم طرح الفئة التجريبية. يمكنك اضافة الشيب تيست او البوبي نتورك التجريبي الى محفظة تراست وليت. كل اللي عليك تضغط على اد تو ميتا ماسك، تلقائيا راح تفتح عندك المحفظة مضاف اليها محفظة او مضاف اليها شبكة البوبي نتورك. تقدر تستخدم هاي الشبكة بالايداع والسحب. شو مميزات هاي الشبكة؟ مميزات هاي الشبكة اصدقائي في لها كثير مميزات، واهمها هو حرق كميات كبيرة من عملة شيبا اينو. طبعا هي شبكة بلوك تشين من الطبقة الثانية، يعني بلوك تشين مبني على بلوك تشين. شبكة شيبا اينو او الشبريوم هي شبكة خاصة بعملة شيبا اينو مبنية على الاثريوم، على شبكة الاثريوم. مميزات هاي الشبكة ان تسمح لاي شخص بابتكار المشاريع وانشاء مشاريع على هاي الشبكة. طبعا تكلفة اقل وحرق اكبر لعدد من عمل شيبا اينو. شو استخدامات شبريوم؟ تقدر تستخدم وتنتقل من الى الويب 3 والويب 4. وثانيا بتقدر تعمل البزنس الخاص فيك على شبريوم، يعني بتقدر مثلا انشاء عملات، انشاء محافظ، انشاء مشاريع عن طريق شبكة شبريوم. وبعدها بتقدر تكون احد المبرمجين ايضا على شبكة شبريوم. وبتقدر تستفاد من عملة شيبا اينو وحرق عملة شيبا اينو في كل مرة بتستخدم فيها هاد الشبكة. وبعدها عندي النقطة الخامسة، هو ان تكون احد المؤثرين الموجودين على شبكة شبريوم او المروجين لشبكة شبريوم. هلا هيك تعلمنا كيف نضيف شبكة بوبي نتورك. هلا رح نروح لتحليل عملة شيبا اينو. طبعا حاليا شفنا ارتفاع للبيتكوين ووصلنا الى مناطق 20800 اللي هي اساسا بنواجه عندها مقاومة عنيدة جدا. لا يغرك هذا الصعود، ممكن يكون صعود مؤقت قبل الدمب الكبير، لكن اذا اقفلنا اعلى ال 21000 دولار ممكن نقول ان احنا انتهينا من مرحلة الدمب ورح نبلش بمرحلة البمبات ونبلش بمرحلة البول ماركت. لكن عملة شيبا اينو على فريم اليوم، اذا المدى تحليل المدى المتوسط، فالعملة لا تزال تتداول اسفل الموفيك افريج 200، وتداول اسفل الموفيك افريج 200 هذا يعني مزيد من الهبوط. ما بيتحول طريق عملة شيبا اينو الى الموجة الصعودية الا بعد اختراق الموفيك افريج 200 والثبات اعلى هاي المقاومة اللي هي عند منطقة 0.4080. بهاي المناطق اذا اقفلنا شمعة يوم على هاي المناطق انا بتوجه تلقائيا الى الحركة الصعودية للعملة، ونبلش بفومو الصعود وفومو الشبريوم، ورح نبلش تضرب قيمة جديدة للعملة. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون اعجبك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.